اركض اركض. وات؟ طلقة واحدة؟ ما في متعة كذا طلقة واحدة. طيب صديقنا القرش واللفاعي عيال الذين يا اخي وين هذا السلاح من زمان يا الربع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في حلقة جديدة من ستراندد ديب. اشكر كومنتاتكم ونصايحكم خصوصا على سبيرغن، باذن الله ان انحلت المشكلة. هذا احنا في اليوم 33 ومتحمس والله اني ادخل واجرب السبيرغن على حسب النصايح اللي وصلتني. ودي 33 روني الغنايم اللي جبناها، حي ذا الراس اللي يتحرك يفرفر هناك. اي هذه غنايمنا، وصلنا على طول اعطيتها سليب او سيف، حتى ما اعطيتها سليب، واليوكا فروت حتى ما انتبهت له ما شاء الله نمى مرة ثانية. ومرنا طي ربع الفجر. وات كيف الاكل ناقص يا الربع؟ اذكر ان معي اكل زايد بعد. ياهو ياهو الفوت، وين الفوت؟ هذا الكريت حق الفوت. اذا هذا مش وقت الامرجنسي متى وقت الامرجنسي يا حبيبي؟ يا سلام يا زين هذا. ما أنا أذكر والله معي أكل غيره، بس كله سبويلد، ما في إلا نأكله القرش. لأن شوف كيف الذبان، شيل القرش شيل شيل. دقيقة أنا جاي متحمس أشوف شغلة معينة. قالوا هذا هو السبيرغن، سبيرغن أرو، سبحان الله. والله معليش يا الربع، ما أدري وشلون ما شفته، هذا آخر واحد خشبه وحده ولاشنق. تعال يا قلبي تعال، عندنا شغل. على طار الحطب، ترى بعد التصوير من الجزيرة نفسها جلست ألوت هذه الشغلات، وما زالت عندي كراتين فاضية، بس مثل ما تلاحظون عبيت اللي أقدر عليه من الخشب. غير كذا جبنا 8 كلوذ والصخور هذه كلها، وهذه الأمور بستعرضها على السريع اللي جبناها من الجزيرة هذيك. هذا فاضي وهذا فاضي وهذا فاضي، وعندي البلانك 2. تعال لا هذا واحد لاشنق، والحطب والحطب والو بلانت مدري ايش، واثنين البارت هذا اللي بنشوف وضعهم بعد ما نزرع البطاط اللي جبناه. تعال على طاري البطاط، هذه شغلات مهمة، الجريكان وهذا الكواوا فروت. بعد كتبتوا لي كومنت ان يمديك تاكلها اذا لسه مش سبويلد ما خربت، هذا مهم. ويمديك تزرعها، تستخدم في ايش؟ تستخدم في الادوية، بس الادوية انا كتبت لكم كومنت، هذا ملاحظة لقيتها وانا اسوي الازت، نفس نظام الباندج بالضبط، ما لها اي فائدة هذه، يا انك تاكلها قبل لا تخرب يا انها تصنع باندج وما لك اي حاجة فيها. شوف 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 الباباي، شوف الباباي. خلاص دقيقة يمكن يمديني، الا خلاص بكب. حلو، هذا ممكن نستثمره ونصير نسوي واحد ثاني ونزرعه مرة ثانية، وهنا راح تنمو واحدة ثانية. يعني برضو هذه نصيحة من عندكم، ان كل ما قطفت حبة بطاط روح ازرعها مرة ثانية، لا تصير تستخدمها في البترول، بحيث تكون العملية سريعة. فانا حاليا عندي 2 بطاط، واحد للبباي، بحط 3 هنا. بس قبل هذا كله اعطني حبة حطب، اعطني الكرود، هذا هو سبيرغن ارو. يا سلام، حتى عليه ربطة لاشنج. تعال هنا، ايوه. اوه الحين يمديني ايم. ربي يقلب كول اوف ديوتي. دقيقة اوه والله تحمست لا انزل القرش. خلنا بس اخلص زراعاتي عشان نستثمر الوقت فيها. ودي 32 سرفايف يا الربع، الشكل جدا ما ادري وش اقول لكم والله. بس في شغلة ودي اجربها اللي هو النوع الثالث من الخشب، عفوا النوع الثالث من المزارع. يعني هذا النوع الاول البلانك، وعندي اللي استخدمت وينه هذا، المشكلة ما عندي الا واحد فما يمديني احط الثالث، هو يتطلب باثنين. فودي اجرب النوع الثالث، وينه هذا الفارمنج، هذا هو تقريبا ارخص شيء، يتطلب 4 خشب 1 لاشنج. ما خاب ظني انه مر علي كومنت يقولون لي ان هذا افضل بحيث انه يحتفظ بالماي، فليه ما نسوي لنا اختبار. اعطني 1 لاشنج، والاجواء بتمطر فكويس اني ما عبيت الماي اصلا، ما شيكت على الماي نسيته، واضح انه فل. خلنا نشرب نحل المطر اللي مقبل علينا، والحين نجرب. يوه والله مرة رخيص، واضح ان من شكله انه مرة رخيص، بس الشنقلة هذه ممكن كان بيطلع فيها اجمل، تدرون شكلي بكسر هذا، وحتى ما في شيء حوله. طيب هذا ليش ما يمديني احطه على الارضية؟ والله خلنا نجرب مرة ثانية، شوف هنا اقدر. المهم نجي لسالفتنا، نمسك الباباي.
ونزرعه في هذا المكان. حلو، بسرعة بسرعة نستغل المطر. اعطني الاثنين بوتيتو، ازرع واحد هنا سبويلد وهنا سبويلد. حلو، بيصيرون اربعة بعدين. يا ريت كان يمدينا نستخدم الجريكان ونعبي الماي ونصير ياخذ عشر مثلا شربات فنعبي فيها شو اسمه حوض الزراعة، بس للأسف الفكرة هذه لازم نكتب لهم اياها في الموقع. يحللونك يبونك تسوي كرافت لشو اسمه هذا المطارة، ما تاخذ الا ثلاث. ما شاء الله الكوافروت نمت. نزرعها ولا ما نزرعها؟ والله ما اشوف لها حاجة يا رب. الباندج مرة رخيص تسويه بحبة لاشنج، حبة كلوذ. السلام عليكم. كلوذ عندنا كثير ويمدينا نصنعه في المصانع عندنا داخل، فراح اكتفي بواحد خليه زينة، او خلنا نجربه ناكله. شوف الحين ناقص ثلاث، والله عبالي ثلاث. كويس كويس، خله اكل اكل وهذا ماي. احلى شغلتين في اللعبة يوم تصير تقرب الشغلات اللي تحتاجها من الشغلات اللي بتستخدمها. صدقني هذا راح يسهل عليك بشكل ما تتصوره. مثلا الاكل، السمك، كل شيء تخليه جنب المكان اللي راح تطبخه. وعلى الطاري طبخت هذه اربع شغلات، كلتني من هذا الكوكنت. تشوفوا الرصة هذه يا كثرها، حاول خفف منها. وفرست الشغلات انا اللي طف النار، استهلاك الكهرباء نوفر. فهذه الصناديق كلها فضيتها يا الربع. راح ارويكم الفرز اللي فرسته. طبعا لاشنج تعرفوا 50 حبة هنا وهنا 11، يعني قرابة 60، غير النخل هذا كله اللي جبته. الماي فضيته حطيته في الزراعات، طبعا باستخدام الكوكنت فلاسك. وانا واقف في مكاني تعبي كوليكت وتصب، تعبي وتصب. فضروري جدا الماي جنب الزراعة، وهذه صراحة من افضل الشغلات اللي فادتني او اللي استفدت منها. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، اللوجز كمية جدا كبيرة، كل واحد منهم تقريبا 10، يعني قرابة 50، وهذا الحطب 35، والصخور كثير 47، يعني ما شاء الله تبارك الله. يا ريت اللي يلعب اقدر ارسله من هالموارد. البلانك ما عندي كثير، وكله اللي موجود راح استخدمه في اني احط صناديق في السفينة. وكلود عندي كمية كبيرة قرابة 15، اللي ذل حاطه في هذا الستور داخل عند المصانع. الصندوق هذا تقريبا فل خلاص، أربعة ليذ الأربعة هذا، والجلود متى محتاج تحولتها. الحين احتياجاتي كلها موجودة، فخلنا نمسك الصناعات. أول شيء ودي أسويه اللي هو مطارة ثانية، اثنين جلد وخشبة واحدة، وهذا راح يفيدنا كثير في موضوع الزراعة. يعني بدل ما يصير يشيل واحد يصير أشيل ثلاثة. غير كذا ممكن أشيلها معي في السفر، يعني بيكون معي ستة شربات للماي، فمحتاج نهائيا اني اسوي زي هذا هناك. فاعطني واحد ثاني لهند. والله الواحد يحتار يستخدم هذا اللاشنج ولا النخل هذا كله. طبعا تقدر تمكس تشيل مثلا اثنين من هذا اثنين من هذا تصير تحطه. اصلا هو الشكل حاط لك اياه، حاط لك شوي فايبر وشوي من هذا. نعبي مطارتنا خلاص، الحين صار فيها ثلاث، ونحطها مع غريضاتنا في السفينة. اذكر كومنت من هنتر يقول لي والله صارت سفينة تايتانيك، انا مسميه من صغره. هذا الشبل من ذاك الاسد، هذا الاسد من ذاك الشبل. والله العدة صارت كثير مرة. هلا عندنا زائر. اوه تعال الفش، شو اسمه اللي سويته بالغلط، الفش تراب، لازم اني افتحه. حاطط التراب كذا رميه رمي يا طيب. هذا اقسم بالله يبي له ايم، هذا يبي له ايم وسرعة. صراحة مخرجين اللعبة ابدعوا في هذا، تعبوا نفسهم يا الربع. ليش ارمي؟ عندنا سلاح نختبره. اول شيء اعطني الفلير، والله كنت بولع الفلير بس شرقت الشمس. تعال يا قلبي. اتوقع لازم نرفع زي ما رفعنا في هذاك. اوف صطخ كف كذا تحسه، ما يحتاج افا.
يا حبيبي عطني واحد ثاني تكفى. والله بفضل لاشنج عليه هذا. خمسة حطب وخمسة لاشنج وجيب سبير جنارو. جيب. اركض اركض. وات؟ طلقة واحدة. ما في متعة كذا طلقة واحدة. طيب صديقنا القرش واللفاعي عيال الذين. يا اخي وين هذا السلاح من زمان يا الربع؟ يمكن لاني صقعته صقعتين قبل؟ والله ما ادري. ما ودي اخدعكم يعني فلازم اظهر لكم لقطات هذيك. تعال جنب ابوك تعال. ارضع ارضع ارضع. الظاهر ان الاسهم رجعت لي. هذا احلى شيء. والله شيء جدا جميل. خلاص دام كذا بصنع لي 10 الحين بس قبل لا انسى. حق العصافير تكفى صدت لي شيء. يا اخوي هذا كذب. هذا كذب. اللي بيلعب اللعبة نصيحة لا احد يحطه. خلنا نشوف. بسم الله. اوه هذا تذكرون هذا يا شباب؟ والله اني اذكره والله. اللي مرة رميته بالغلط وحسبت اني صدت فيه سمك. جيت ادور حصلت سمكة ميتة. كويس كويس. تدرون ليه؟ لانه في واحد هنا الحالة. فالحين ممكن نستغلهم ونسوي فيها ارضية. او مثلا مزرعة. بدل الشنقلة هذه. في سنارة بدي اجربها والله. فيشنج رود. حليلة. تحتاج شيء هذه؟ اكيد تحتاج. تحتاج طعم. تحتاج. وين الفيشنج تراب حقي؟ هذا هو هذا هو. ايوه. هولد اي تو ست. ايوه. الله صيده. صاد ولا ما صاد؟ والله ما ادري احس مكانه غلط بس ممكن يصيدنا السناك هذا الخفيف بس السنارة. طيب الحين بركز. السنارة اصلا مش موجودة في قائمة الاسلحة. السنارة ما ادري من وين جت. ما في اي شيء متعلق بالسنارة يا شباب. هذه القائمة قدامكم. ممكن تحتاج لها طعم من هنا. ما في اي شيء. هذا حق الطير وهذا حق الفش التراب اللي حطيته. وهذا اللي ما يخص ما له اي لزمة في اللعبة. ما ادري ممكن اهل الكونسل يفيدهم اللي هو الاختصارات اللي تحت من 1 إلى 9. فبرضه ياريت اللي عنده خلفية يخبرنا اكون له من الشاكرين. والله اللي ارمي الرماح ما لها اي لزمة خلاص. طيب خلنا نشوف السفينة الشغلات اللي ناقصة فيها. الارضيات احتاج ارضية واحدة هنا واثنين وهنا ثلاثة واربعة خمس. خمس ارضيات ما عندي كفاية. فلازم نحول اللوج الى بلانك. ندخل على الفيهكل. الارضية بلانك. جميل وجميل جدا. هذا المنطقة بسكرها وخليها فيها مظلة. الحين نحتاج 3 بلانك و3 3 9. بكل بساطة نجي عند الطيب هذا نقول له عطنا 9 ونذهب بهم الى البلانك ستيشن فاست كرافت. والحياة جميلة جدا. وكذا معانا 9 بلانك. ملاحظة ثانية يا مصمم اللعبة اذا تشوف يا ريت يعني. يا اخي الطريقة هذه اللي تبدل فيها متعبة جدا. يا ريت يا عزيزي تخلي الفيهكل هنا. عندك مساحة يا اخي. ليش نفس المكان نجلس نقلب في القوائم وتنخبص ساعة من يمين وساعة من يسار؟ كم مرة نعلم فيهم يعني؟ زي كذا الرصة هذه رصمنا اياها هنا يا اخي. والله اللي يلعب اللعبة انا متأكد انه يعاني من هذا الشيء. يا للأم الهامر اللي ننساه كل شوي. وبعدين نكتب ملاحظة اذا كنت ناوي تبني لا تنسى الهامر عشان لا اجلس انساه كل شوي. وهذه ارضية. برل برل برل. وهنا كورتين كورتين. لا متناسق الشكل. وهنا مدريش ومدريش هذا السكراب. الحين نجي للمظلة. خشبة كلوذ ولاشنج. اعطني الرافت كانوبي. يا سلام. وين الظل؟ الظل هناك. نجلس نحضن في الصناديق. خلنا نختبر. شوف الاس بي اف هذا مفروض انه يزيد. وش الظل الكذبي هذا؟ وين الشمس؟ هو الشمس هناك. اوكي. الحين ظل. هي الاس اف بي. مدري اس بي اف. يا الربع ايش المظلة الكذبية هذه؟ ممكن لازم نرجع شوي.
اي والله يزيد، يزيد بسرعة بعد. حلو، بس لازم هذا، هذا لازم يكون فوقه مظلة. فهذه الصناديق راح اكسرها واخليها ورا هنا الاثنتين. وبما ان ليفلي، شوفوا ليفلي في الكرافتنج اخر شيء اللي هو في الوسط على ثالث واحد. قبل لا اكسر خلينا نشيل صناديقنا لا تختفي. وات، بما اننا مدري ايش ليفل مدري كم، ليه الفلسفة، ليه الفلسفة؟ والله يا رب ان الصناديق مكسرها ترجع اغراضي، بس ظهرنا مش كل شيء. هذا يوم تجي تروي واحد شيء. شوف شوف شوف، والله يا رب اني مكسرته. هذا جاني الكلوث، واحد واثنين وثلاثة، ثلاثة ستيك ولاشنج، يعني كل احتياجي. بس ما ادري ليش كسرت الصناديق هذه ما رجع لي. طيب خلنا بنختبر هذا. شوف ضربة واحدة على طول اعطاني اغراضي. والله الربع ان له فترة طويلة لاعبي ما نام، بس انا مستغرب ما في اي تأثير سلبي يصير من النوم. يعني تقريبا موضوع النوم بس شيء اختياري في حال ما ودك تلعب بالليل مثلا، ولا هيلثي افكت ولا اي شيء. يعني بتقول انه صحي مثلا ينام وكذا، مجرد مسألة تقديم وقت. والاكل ينطبخ سريع سريع، طبعا توني علقته، كان في كراب لقيته سريع سريع. طبعا في ضريبة ان الاكل ينقص، ولكن الشيء الحلو ان الزراعة تنمو بسرعة، فتقدر تقول تسريع وقت. بالنسبة للسفينة هذه تطويرات نهائية، ثلاث مظلات بحيث اني لو جلست الشمس من اي اتجاه يكون في ظل هنا. يعني خلنا نقول انا جلست كذا، الا لو كانت قدامي عاد مشكلة، اما فوق وراء يمين يسار كل الامور طيبة. الشيء الثاني لو تلاحظون خليت هذا واحد على اليمين، واحد هناك حذفته على اليسار، الشراعين والصناديق رصيتها هنا وهنا في ممر، وفي شراعين. هذا لو بغيت اطلع ريوس بدل لا ادف القارب مدري ايش، يكون الوضع شويش ارفع الجميل هذا ويصير احلى ريوس. تبغى تيجي قدام نزل لقدام، شوف يحذف يمين تقريبا، ممكن موازنة حتى. صارت سفينة والله، والله صارت سفينة، ما تلف بسهولة والله، ما تلف يا الربع. شيت، أنا صراحة ما عجبني الوضع كذا. يا زين القارب هو صغير، تيتانيك هو صغير، لازم نستعجل بالش اسمه موضوع البطاط والمحرك. ما شاء الله ما شاء الله، يلا منتظر الليل عشان أقدم الوقت. وات البباي، يا ولد البباي سريع سريع، في يوم واحد ولا إيش؟ لا والله مروا يومين وانا جالس ارتب في الجزيرة. خير وبركة والله. خلنا نزيد مزرعة حطها جنب اختها وازرع الباباي. انا والله ما ودي اروح اي جزيرة ثانية، خايف انها تموت علي النباتات هذي. البطاط خلنا نشيك ليكون نقدر ناخذه، لا الظاهر لسه باقي له يوم. دي 34 سرفايفت، استخداماتها كثير. الحطب اللي عندي خلص، ايوه يا سلام 29 حبة. عطنا سبير جن عزيز القرش، وينك؟ لك وحشة والله، تعال نازل ادورك. اخر انت وراسك، كيف ما شفته هذا؟ هلابي تحس تلعب كود وربي مع سلاح كذا وهو يلف، مدري كيف يناظر، ابدعوا فيها صراحة. هلابي اهلا وسهلا ومرحبا. لا ما اشوف شيء. اهلا وسهلا ومرحبا. لا 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 لا، والله عيب، والله عيب يمردغ فيني بسلاحي. اهلا وسهلا ومرحبا، خلصت اسلحتي. طيب لو سمحت السبيرز، بس السبيرز لو سمحت، السبيرز حقي لو سمحت، السبيرز تكفى 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 تكفى، خلاص ما اريد السبيرز، خلاص خلاص. النحشة النحشة النحشة، كيف خلص علي السبيرز بسرعة؟ هلا بالبوتيتو، هلا 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 هلا، احلى مزرعة احلى عيون البوتيتو. شيل وحط، وحط الثاني، حط الثاني لاخوه، شكل جدا عبيط يا اخي. انا اقول بس فضل القرش، بس جانا الليل
الحين بما ان الاكل عندي ناقص 4 خلينا نجرب. ايه يعني الكبابة هذا ما يزيد الا 3. خلنا نقدم لوقت النام. تعال خلنا نشيك على صيدنا. هذا هو. وش تسوي القرش هنا؟ ما حد يصيد لك. هلابي كولكت فيش تراب كولكت. دقيقة ما عندي اي سمك. الدسكس فيش بس يا رجال. هذا وانا واقف مكاني هنا بصيده. آه ربي جابك. والله مجهز لك 10 ايرو. يا رب ان الايرو حقي لسه معلق فيك. اي والله لسه معلق يا رجال. اضربه وما يشرد. اول كان يشرد ورب الكعبة. موت يخرب بيتك موت. 1 2 3 قال ايش؟ قال دسكس فيش. 3 4 5 6 7 والله الربع انها كثير 7. طيب البوس اللي بنروح بنواجهه ايش وضعه؟ اذا القرش هذا 7 يعني انا الخطة الحين اني اجمع بطاط وبداية الحلقة الجاية ان شاء الله اصير خلاص صنعت ال خلنا برويكم فرست المعدات هذه كلها عندي تقريبا كل شيء موجود فبقدر اصنع الطراد هذا ونتوجه الى منطقة البوس اللي رويتكم اياها في الخريطة طول هذه السلسلة بجلس انا افرم في هذا البطاط ونلتقي ان شاء الله في الحلقة الجاية وجهتنا تكون على البوس والله يستر يا تكون نهايتنا يا تكون نهايته. اشكر من تسمين القناة والشكر موصول لكل من دعمني بلايك كومنت وشير. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.